مرحبا بك عفيف بن محمود، ومبروك على الجائزة اللي خذيتها مؤخرا كأحسن ممثلة في مهرجان القاهرة السينمائي على فيلم أطياف، أطياف اللي هو في القاعات حاليا. مرحبا. عايشك وبيك وميرسي. عايشك. ألو، أطياف في القاعات حاليا، فيلم من إخراج مهدي الهميلي، من ميكينغ اوف عام 2006 مرورا بخرمه بلوتو قبله هو عام 2003، الاطياف 2022، برشا حاجات في وسطهم وبرشا حاجات اخرين في وسطهم ماهم الا امثله. الادوار والافلام اللي مثلت فيهم ديما مهتمين بالهامش، هل انه اختيار منك انت؟ هل انه الموندو نتاع المارجينو نتاع الهامش يهمك بالذات اللي يخليك تاخذ الادوار هذوما الكل؟ اللي يهمني مش الهامش، اللي يهمني انه في الادوار والاعمال اللي نكون فيهم يكون ثم رساله. سي لا شوز لا بلوز امبورطانت. اي دونك بيان ايفيدامون لو شوا ايتي في اون فونكسيون دو سا. دونك سي با دو توت لي مانيير ما طون كاك اكتريس اذا كان باش نخدموا معناتها نحكيو دون سو سونس لا. نقترحوا عليك حاجات، دونك اللي باش تقترح عليك شنو هو الموضوع، واسكو الموضوع فيه طرح يمس ينجم يغير ينجم يبوس على ريفليكسيون سورتو اي سي سكي مانتيريس لو بلوس. معناتها بور موا سي سا لو رول دان ارتيست. سي ديتيرمينون بالنسبه ليك انت كممثله، خاطر نعرفوا اللي الممثل زاد يخدم يجي يخدم. لا سوسي دي خدمت حاجات في التلفزة، خدمت معناتها مي سي با ديتيرمينون مي سي امبورطون. الى اي مدى مشاركتك في فيلم مثلا اطياف بالذات تمثل تبني للخطاب اللي يحمله الفيلم؟ 100%. ما نجمش معناتها ما نجمش نخدم بمصداقيه، ما نجمش معناتها جو دون جوسكو بو اذا كان انا مانيش مامنه باللي نخدم فيه. دونك اي بلو معناتها نتغوص ونفهم معناتها سيرتو رؤيه المخرج، خاطر بو ما سي تري امبورطون كانوا في المويا انا ولا خدمتي انا باش نحاول نوجهها فكري انا. اما اذا كان باش نخدم مع انسان يلزمني انا نتبنى الفكر نتاعو ونتبنى لو ميساج نتاعو. دونك سي خاطر سي كومبليمونتير. دونك بوتيتر هذاك علاش في الاختيار اذا كان انا مانيش مامنه ولا معناتها مانيش فريمون دون سو جو بوري جامي دوني 100%. باش نحس هكا نبدا نخدم تاع واش قاعده نعمل مزمره. مزمره على الاخر. بار كونتر الفيلم أطياف بالذات اكثر من رساله واكثر من الخطاب اللي يحمله الفيلم، الفيلم نابع ومستلهم من تجربه ذاتيه نتاع المخرج مهدي هميلي. الى اي مدى انه الحكايه تكون اوسي بيرسونيل تنجم تشكل صعوبه ليك ولا تنجم تسهلك؟ ما ناخذهاش بالنظره هذه. منين منين؟ ناخذها بنظره شخصيه. شنو الشخصيه تحب تقول؟ فين تحب توصل وقداش انا نامن بها؟ على خاطر كان باش نحب نخمم في هي حكايه ذاتيه وانا باش نحب نشبه الباركور ذاتي جو بوري جامي اتر على اوتور بحاجه صارت بالحق في الدنيا معناتها كي سويج دون تو سا. اما اذا كان تعطيني شخصيه وتفسر لي بشنو مرت ومنين جات سي كوا لي ريسورس وكيفاش انا نجم نجسدها، باش نحاول نجسدها بمصداقيه اللي باش نجم نعطيه اللي كون لو فوي او با باش ياخذ شويه مني زاد شويه من فكري من شويه دو ما مانيير دو فوار لي شوز اي ابري سا سو كومبليت اي سا دون ان برودوي ان بروجي. دو توت لي مانيير ميم مهدي يقول لك اي معناتها جو مي سوي انسبيري دو ما في، مي حتى هو عطى الروح حريه خاطر كان هو زاد باش يتقيد كان بحياته سا بو اتر ان بياج اوسي. مي جينيرالمون و جينيرالمون حتى في عمل كان يكون مستوحى من ان باركور باغ اكزومبل، من بعد كي تجي تخدمه في العمل هذاك ما فماش كان حاجه برك. يا بلوزيور اسبي يا بلوزيور بارامتر. دونك فينالمون هكا ولا هكا لي بارامتر و فيلم سورتو الناس الكل معناتها ان فيلم سان بروجي ديكيب. كل واحد باش يعطي من روحه. المونتاج باش يعطي قرايه، التصوير باش يعطي قرايه، الممثل باش يعطي قرايه، كل شيء الصوت اللي باش تزيدو باش يعطي قرايه. اي سافي ان بروجي.
مدام تحكي هنا على انك انه باقي الفن ولا البيرفورمانس نتاع الاكتور تكون اون ريبريزونطاسيون دو لا رياليتي اي نون با الكول ليها حسب كلامك معناها توا تحاول انت تمثل واقع معين مكتوب في الـ في الـ في السيناريو هذاك لكن تتقمصه بطريقتك انت وتعطيه من عندك انت هنا بالذات شخصيه امال اللي مثلتها في فيلم أتيه في المهدي هميلي تخدم في معمل رجلها متخاذل شخصية تتمارس عليها الهيمنة الاجتماعية الاقتصادية وحتى في بشكل أخرى لكن خضوع الهيمنة هذه ما يخلفش صورة نجم تكون سلبية للنساء اللي كيفها الكادحات كما هو ان فيلم C'est un échantillon. Mahouch, ma taki, dis-moi, cette question se pose toujours. Ah, qui n'a à l'air de nous faire le marmel, ah, qui n'a à l'air de nous faire le marmel, ah, qui n'a à l'air de nous faire le marmel, ah, qui n'a à l'air de nous faire le marmel, ah, qui n'a à l'air de nous faire le marmel, ah, qui n'a à l'air de nous faire le marmel, ah, qui n'a à l'air de nous faire le marmel, ah, qui n'a à l'air de nous faire le marmel, ah, qui n'a à l'air كل واحد يلا سون باركور شكان لا في افات دو باراميتر اللي يدخلوا لك واللي يخليوك انك تكون اجوردي حاجه ومش حاجه اخرى دونك اذا كان انت باش تي تو كونسونتر على امال اللي تخدم في معمل امال نو ريبريزونت با توت لي فام اللي يخدموا في المعمل مي ال ريبريزونت بوتيتر وحده فيهم ال بو سو سو دير اه جو مو فوا دون امال وحده اخرى تقول لك لا مي انا هذايا وانت دورك كفنان انك ثم حاجه وجعتك تو اي اورجونس تحب تقولها وتحب تطرح مي سي دي سيغمون ليكزيرسيس هذا متفاهمين والتوازن اللي يتلقى فيه صعيب الى حد ما وديما فما لو ريسك دو لا ستيغماتيزاسيون الوصم نتاع كاتيجوري سوسيال اللي تمثلها الشخصيه هذيك ولا حاجه كيفاش تلقى التوازن اللي يخليك تعبر على الايشونتيون هذاك لكن من غير ما تكون في الوصم في ستيغماتيزاسيون نفس المصداقيه تو سامبلومون كيفاش المصداقيه معناتها اتر اونيت اسكو ني اون تران دو فير انا كي نخدم دور امال نتقمص الشخصيه نتجرد من نفسي نلبسها ونعمل اللي عليا ونحاول نكون صادقه نقول المصداقيه معناتها اكل بوين وقت اللي انا نجي باش نهز الكاس هذايا ونشرب اون طونك امال مش اون طونك عفاف بن محمود على خاطر كي وانا نهز في الكاس نخمم في حاجه البارح امال رجلها روح جو في با رونتري دون لي ديتاي دو فيلم دونك كي هزت الكاس في بعد هكا خاطر مزروبه لا هزته في عقلها خاطر قاعده لي اون طران دو ريفوار اون ايماج كالا فيكو دونك اذا كان انا نتقمص ونفهم بالحق امال اتي 1 ولا اتي 0 ولا اتي 2 في شنو هي الوضعيه نتاعها ا سيت انستون لا باش نكون نحاول نكون صادقة لا هي كيفاش نجم تكون إذا كان أنا صادقة في الحالة هذيك معناتها يظهر لي سي سا لا ديفيرونس انتر واحد كي نجم يأدي عمل به ولا عمل مش به إذا كنت أمن به ومتحسوش قاعد يمثل متحسوش اللي قاعد مركب باش تولي تعيش معاه حياته تعيش معاه شنو قاعد يعيش دونك إذا كنت تعيش مع حياته تعيش مع شنو قاعد يعيش دونك أنت قاعد تعيش في حياة أمال مش حكاية حياة ما عرفش أنا شكون سعاد ومش دي نامبورت كوا أون أوتر فام دونك هذيك هي المصداقية دونك أنا مانيش قاعدة نحب نعطي صورة أنا قاعدة عايشة صورة إي سي سا لا ديفيرونس دونك ما نخممش بيان إيفيدامون أون لاغ يفو فير أتونسيون أ سارتين شوز سيغت اما سي ان جوست ميليو اونتر هذيك اللي سميته التوازن الصعيب وي مي التوازن الصعيب يلزمك تتجرد منه هذا جوستومون خاطر انا كان نخمم فيه نجم نخمم فيه وقت نبدا نحكي انا ومهدي اه هذايا وكل شيء نجم نقولوا اه تيان مي سا يفو فير اتونسيون كو ميم سا بو دوني اون موفيز ايماج مي اون فوا تجردنا من اللي حسيناه واللي ظهر لنا ينجم بتاتر حاجه غالطه اون فوا كو ساي قلنا اكسيون باش تدخل فيها الحكايه كهو ما عادش تخمم في حد شيء كان تخمم زمرة كان نخمم باش تشوفني قاعدة نخمم نولي ما عادش صادقة خدمت حتى لهنا مع مخرجين عندهم تجربة كبيرة وخبرة كبيرة نحكيو على نوري بوزيد نحكيو على جيلاني السعدي نحكيو على واليوم مهدي الهميلي ان جون سون دوزيام لون ميتراج دو فيكسيون شنو الفرق ما بين تجربتين الاثنين الفرق مانيش باش نحكي على مخرج كبير ولا مخرج جون مانيش باش نحكي على بور موا نجم تاخذ زوج مخرجين كبار وكل واحد عنده طريقه عمل بيان سور
دونك بور ما نقيمش بشكون كبير ولا شكون صغير، نقيم كل واحد شنو هو طريقه العمل. ما تنجم نحكي لك على طريقه عمل نوري بوزيد، نجم نحكي لك على طريقه عمل جيل النساء دي ولا طريقه عمل مهدي هميلي، اما مش واحد عنده بلوزيور اكسبيريونس. ماتنو اذا كنا نجم نحب نتواقل اكثر ونفسر اكثر، اللي باش يطرح عليك طريقه عمل قداش خدم باش يوصل للخدمه هذيك، قداش خدم باش يجي يوصل لك شنو المعلومه. انا مهدي كي نشوفه قداش قاعد يخدم على فيلمو، معناتها depuis fin 2016-2017 عطاني سيناريو، عطاني ليا انا سيناريو، شوف من وقتاش هو قاعد يكتب فيه. وملي عطاني سيناريو لي في فيان اي توت لي فيرسيون اللي كتبهم وراجعهم لي وقعدنا نطوروا في الشخصيه مع بعضنا وكل شيء، ما نجم كان جو لو فيليسيت بور لو ترافاي كي لا في. دونك ما عادش نقول اه مهدي ولا لا، قاعده نخدم مع اون بيرسون ا بار انتيير اللي قاعده تخدم على روحها، سي اون كيستيون دو ترافاي. واضح الرول نتاع ايميل صعيب مركب، الحسيس اللي تعيشهم مختلفين برشا، لكن فما دي كيستيون اللي اليوم مطروحين بشده خصوصا في العالم ولا في تونس بارتيكوليرمون، منهم لا كيستيون دو كونسونتمون في العلاقات الجنسيه. نراو من غير ما نحاولوا ما نعملوش سبويلرز، لكن فما سيكونس في الفيلم اللي مطروحه فيها الحكايه هذه نتاع لو كونسونتمون ولا لا، لو فيول ولا زون غريز وكل شيء. كيفاش عشت الرول هذا وانت امراه؟ معناها باش المراه توري نيونس، حتى لتوا استانسنا بالفيول في السينما على الاقل التونسيه والعربيه، ضرب وتقطيع الدبش وحاجات كيما هكا، لكن المساله كيفاش طرحت في الفيلم كانه الفيلم حاب يقول لنا لا راه مساله الفيول معقده اكثر شويه من الصورة النمطية هذيك. كانت سهلة بالنسبة ليك أنك تاخذ الرول هذيك وتمثل السيكونس هذيك بالنيونس اللي فيها الكل وبالتركيبة متاع الحسيس اللي داخلين بعضهم عند الشخصية الكل؟ أنا نهاية منها وضحت أنا شفت فاتك فاتك واش بارو معلي أنا واش بابا. هو الفيلم كله صعيب. الفيلم الكل صعيب على خاطر ان طونك فام انا تا وانت كيما انت قلت معناتها الفيلم يطرح قضايا قضايا التحرش معناتها اون بو لو دير معناتها سا سي با كاشي تعرف العنف الجنسي اللي هو كيما انت قلت معناتها جيم بيان سا اللي ماهوش كان في تونس ولا في العالم العربي مي دون لو موند انتيي اون فيان دو فيفر توت ان موفمون كي مي تو معناتها سي توت اي لا الناس الكل تتكلم الناس الكل تتكلم aujourd'hui يقول لك المراه اش ملازها طلعت معاها في الكرهبه اش ملازها لبست هكاك اش ملاز سي توجور اون مي سا سور لو دو دو لا فا اي جيم بيان لا كيسيون كومون الا ايتي بوزي دون لو سونس او سي بوكو بلو كومبليكي كو سا اي دايور il y a des documentaires parce que j'ai suivi le mouvement MeToo معناتها il y a eu plein de choses يقول لك مي هي دخلت له البيت مي هي سي بوكو بلو كومبليكي كو سا كي ناخذوا امل اللي هي امراه ام كي ا بيردو ان فيس عندها الثاني كبر راجل لو بير كومبليتمون ابسون قايمه حتى كل شيء على كريمها elle fait tout pour voir son fils briller avancer اما malheureusement الدنيا اطيف زرقاء بفلقة et elle fera tout معناتها انا ام et je sais que lorsqu'on est parent تنجم تعطي قطعه من بطنك عينيك تقتل كان لازم pour tes enfants سي تا ريسبونسابيلتي جاتهم في الدنيا هذيا معناتها كان ما تقومش بها شكون باش يقوم بها لحم قطعه منك اي سي سا لا ديفيكولتي سي لورسك اي سا تحرش ولا مش تحرش سا سي اون بو معناتها سو ريتروفي كونفرونتي ا سا في حياتنا دون مانيير جينيرال اون ا دي برينسيپ ابيض احمر ابيض اكحل معناتها سي توجور ولو غري نحكيو عليه تري بو Et c'est ce gris-là qui est très intéressant. Absolument. N'aimchi, ma n'aimchi, hey, à ma ken ma On a déjà mekla à la race, ou le madame ajouta. Qu'est-ce qu'elle va perdre en plus? Et la question qui se pose à ce moment-là, parce que la vie est faite de choix et d'équilibre. Chant un âge menaché, chant un âge menchali. وكيفاش نحي هدايا شنو باش يخلي لي واذا كان ناخذ هدايا شنو باش يتنحى لي دونك انا شنو او جو بوغي فير لا كونسيسيون دونك ريتروفي مون فيس ولا طبس راسي
à la khatr mon fils est beaucoup plus important que tout. وي اه اي توجع لا وهي قبلها معناها قبل الكومبرومي هذاك ولا الشوا هذاك فما شوا اخر اخلاقي خذيته الشخصيه اللي هي تصب بزميلاتها اللي حبوا يقربوا ولا ما تصبش بيهم معناها كاينه هذيك تحب تقول اللي لو كومبرومي ولا الكوربسيون افون دو كورومبر لو كور هذاك علاش سي جينيال هذاك علاش وقت اللي انت قلت لي التحرش والجنس ودرا شنو كل شيء قلت لك دون لا في ثم الابيض والاكحل والجري والابيض والاكحل والجري ني با كو دون حكايه جنسيه ولا مش جنسيه الجري في كل شيء سي لانستانت سورفي احنا كنا كعبيد عندنا لانستانت سورفي نحاربوا باش نعيشوا تحارب باش تعيش عليك ولا على صاحبك بيان سور يا ثم قيم ثم أخلاق وثم امرأة تعاني في وحدها وهز على كريمها التوس كالفوا سي سو فيس لا توت ان ساشون هذاك علاش الفكره راهي معقده اكثر برشا من هك على خاطر كان باغ اكزومبل تنحي انت لو فيت هي الا ديجا بيردو ان فيس تنجم تكون بتتخ اقل خاطر عندها زوز صغار واحد ما عادش عندها الحق ان بلو دووا ليغور انا بلو دووا ليغور سي سا هذاك علاش ديما قبل ما تحكم وذاك مع حاجه من الحاجات اللي يطرحها الفيلم غزره المجتمع وقداش المجتمع قاسي ويحكم على التصويره من برا اي نو شيرش با افوار لي ديتاي دو شاك بيرسون قاعده تعيش اون اي توس ديفيرون اون اي توس اوجوردي معناتها اون دوفيان لي اون فونكسيون دو شنو عشنا وكل واحد شنو عاش دونك تحكي عليه ثم حاجات تتقال وحاجات ما تتقالش واللي ما يقولش برا لا وشنو اللي عاش وشنو اللي شاف وشنو اللي صار له اي سي سا لا زون كي تري ديفيسيل اي سي دون سو سونس لو ترافاي داكتور افيك لو رياليزاتور اي سورتو لو رياليزاتور كي كري بيان سي بيرسوناج مي ما تقفش في حكايه في الكتيبه في الكومونيكاسيون انتر نو باش نتوغلو ندخلو في لي ديتاي نتاع الديتاي نتاع الديتاي باش وقت اللي توصل الامير تعيش حاله تنجم تعيشها باكثر مصداقيه سي دون سو سونس جو دي مصداقيه بارابور ا تو لي بارامتر اللي نجمت تعيشهم امال ملي تولدت مش ملي بدا الفيلم وملي وصلت معناتها الفيلم ذا هنايا من بعد وشا لهوني مشا لهوني توا كي وصلت لهوني شنو تعدى عليها قبل اي اون ريفوا توجور استنى توا باش نصور السيكونس هذايا اون فيلم غارمون دون لورد كرونولوجيك دونك استنى توا انا في لي مومون هذا استنى دقيقه برك خلينا نفكر هي البارح اش عملت والبارح اش عملت توا ما تنجمش تتصرف توا بيان بيان في سي بيان ايفيدامون باش تهبط راسها وباش تعمل اللي تما تعمل هنا توتي سامحني مي توت اون كيستيون دو تايمينغ دون لا في براتيكمون تو وي تو على خاطر نفس الحاله نتاع عمال وامال باللي هزته في كرايمها ثم دي سيتواسيون عاشتهم كان عاشتهم قبل راهي ما طلعتش في الكهرباء بوتيتر اما كي تطلع في الكهرباء بعد جاها حكايه اخرى الحكايه الاخرى جات بعد الكهرباء دونك ما تنجمش ما تعملهاش اما الحكايه الاخرى كي جات قبل راهي ما عملتهاش دونك سي كيستيون دو تايمينغ دو فيكو هنا السينما التونسيه مساله المراه والجسد وكل معناها طرقت لها من سنين معناها من عقود تبقينا راو اللي في أوائل السينما التونسية مثلا الأفلام لي بروميير أوفر ريح السد ولا بعده حلفاوين ولا حاجة كي طرقوا الموضوع هذا يطرقوا من منطلق الكبت لكن مؤخرا الأفلام اللي نشوفوهم يطرقوا من بمعنى علاقة الهيمنة والتحرم الجسد هذا كما نراو في أطياف لكن نراو أفلام أخرى دنيرمون كما فيلم كاثر بن هنية كما plusieurs autres films اللي طرقوا الحكاية من المنطلق هذا نتاع التحرر ونتاع علاقات الهيمنة حسب رأيك شنو اللي تبدل وشنو اللي يفسر الإيفولوشن هذه؟ c'est pas une évolution de cinéma c'est un état de lieu de ce qu'on vit على خاطر المعتها الفنان إذا كان هو يحط صبعه عليه معتها on est toujours dans une urgence تمشي في الشارع تصير حاجة قدامك توجعك غدوة تمشي تروح تكتب تحب تحكي عليها اللي عاشوه المخرجين قبل منش اللي حنا نعيشو فيه تو الكبت اللي كان ثم قبل تو يا ينطق فورم
de soi-disant mais je capte mais ça se retourne différemment. Mm-hmm. Donc c'est une question c'est une question plus sociologique que écriture cinématographique ou voilà, de dit du réalisateur. À un certain moment je ramène mon doctorat en cinéma et je me suis dit ça serait très intéressant de faire une étude sociologique pour voir l'influence de la politique et de tout ce qui forme une société à l'influence de la fannin ou à les œuvres les yukhrjou. Donc ce qu'on donne aujourd'hui c'est un résultat de ce qu'on vit. بيه برشا ويوم في وسط هذايا الكل عشت في بلدان مختلفة بديت من تونس درت في برشا مهرجانات شاركت في برشا تجارب شنية نظرتك اليوم الستاتيو متاع المرأة في السينما التونسية والعربية عموما المرأة التونسية لا توجور ايتي ديفيرونت وهذايا حاجة معناتها الله يرحمه بورقيبة عطاهن أو حد من نجم ناحيهن، donc c'est une fierté اللي voilà معناتها وهذا إحنا البلاد الوحيدة في العالم العربي اللي المرأة لها autant de droits par écrit على خطر تم فرق ما بين المكتوب والمونتاليتي والممارسة تنجم تكون راهو بعد ساعات انا عندي صاحبتي مصريه مغربيه لبنانيه فينالمون لوم افيك غران تاش اي ان بو باري بارتو دون لو موند اما كي بدا عندك حق مكتوب نوار سور بلون كنت تحب تمشي تشكي وما عندك كتفك سخان هذا تحكي هنا على ستاتيو المرا اون جينيرال لكن في السينما في الميليو سينماتوغرافيك وي مي سي ان تو مي سا روفيان تو ميم خاطر كما انا قلت معناتها انت تكتب ولا ثم حريات ثم عقليه ثم مونتاليتي الحريات والعقليه والمونتاليتي وهذا الكل جاي من شنو مش جاي من ولا من من لا شيء جاي من ديزاكي اللي عندنا في المجتمع خاطر الدور والدور احنا فنانين ما احنا مواطنين قبل كل شيء احنا كمواطنين قبل كل شيء في شنو كيفاش تربينا كيفاش عشنا شنو ما حقوقنا شنو واجباتنا واحنا فين دون تو سا on est différente je vais dire ça différente en tant que femme que les autres femmes arabes même si on n'est pas si différente que ça mais عندنا حقوق يخليونا احنا مختلفين هذا يخلي انه ça revient au même تاع le côté sociologique et tout ça la représentation de la femme elle va être différente je تكون فيها اكثر تحرر باش يكون فيها اكثر امراه تونسيه ما تهمهاش امراه اخرى تو مثلا الموفمون ميتو اللي توجد معناها باش بور دينونسي التحرش الجنسي والعنف الجنسي في وسط السينما الامريكي انتشر في العالم موفمون ميتو ولا عنده معناها التعبيرات نتاعو في فرنسا اسبانيا المانيا وغيرها على حد علمي ممكن غالب تقول لي ما كانش عنده الامتداد نتاعو في تونس ولا في العالم العربي علاش هل انه في تونس وفي العالم العربي ما فماش عنف جنسي ولا تحرش يتمارس على النساء اللي يخدموا في قطاع السينما سي ان كيسيون دو بوتيتر جو نو في با دير دو ليبرتي ديكسبرسيون خاطر معناتها كان مرات تحب تتكلم مي هذا يعاود يرجع اللي احنا كيفاش مربين اللي تحب تراسك وتسكت حتى كان عندك حقوق وتكبر شويه بنوع انك معناتها تخاف ثم خوف معناتها اي بوتيتر اوسي ثم نضج يوصلوا مجتمع ولا يوصلوا له مجتمعات اللي خليهم اليوم عندهم النضج الكافي اللي تعديوا به باش نجموا تكلموا وقالوا مو جو بونس كو احنا بوتيتر اون با انكور نضج هذايا الكل معناتها كي تشوف الحريات هما اللي عندهم والحريات احنا اللي عندنا وكي تشوفهم هما معناتها قداش خرجوا في الشارع وحاربوا وتكلموا كل شيء احنا مازلنا بعاد شويه اون تيرم دو حريات دونك مو جو بونس كو سي ان كيستيون ديفولوسيون ومتاع اي دو نضج اللي بوتيتر ما عندناش مازلنا في العالم العربي اللي خاولنا ان نتكلموا كيفهم اما سا فو با دير كو سا نيكزيست با اليوم فما حاجات ماهيش معروفة برشا عليك كيما اللي ماكش ممثلة كهو اليوم انت منتجة ومخرجة
ومن الأفلام اللي أنتجتهم مؤخراً بعد ما كنت وراء الكاميرا قدام الكاميرا متاعو اللي قدام الكاميرا وراء الكاميرا وقبل ما تورني الكاميرا أنتجت فيلم عرايس الخوف لي زيبوفونتاي متاع نوري بوزيد. كيفاش عشتها النقلة هذية من الممثلة للمنجة؟ المنجة مليون حسن برشة تولي فما دي كيستيون استراتيجيك، فما دي كيستيون دو مانجمنت، دي كيستيون متاع فلوس. إلى أي مدى التجربة متاع الانتاج تعبتك مقارنة بالتمثيل؟ إلى مدى قلت وأنا كنت ممثلة رايضة على روحي، قلوا جيبوا لي كرسي جيبوا لي كسماء، ما عندي ما نصنع في حياتي، علاش هكا؟ كورتون كمل مكملة على خاطر أنا وليت منجة، مش على خاطر باش ننتج نوري بوزيد. أنا وليت منجة على خاطر جايو دي بروبليم دو برودكسيون بارابور ا مون فيلم، ولقيت روحي في ثنية متاع قلت بون جو ني با لو شوا باش نولي أنا منجة متاع فيلم ويا زادا كو برودكتريس. معناتها المنتج الرسمي هو خلي بن كيران اللي هو زوجي زادا في نفس الوقت. وقت لي جي مونتي ما بواط بور دي كيستيون دو فينانسمون بارابور ا مون بروبر فيلم ا موا اي تو. نوري وقتها عنده 7 سنين هو يحارب باش يعمل فيلمو، احنا صحاب معناتها علاقه معناتها عائليه قديمه، يجي دارنا معناتها يعرف عائلتي مماتي، معناتها عن علاقه عائليه معناتها قراب، فهمت كل شيء. جي فيو كومون الى بوكو معناتها غاليري اكزاكتومون بور فير سون فيلم. دونك جو لوي بروبوزي جو دي ما غير ما خمم ما في باليش حاجه بها باش عندي البروديكتور كان جا في بالي كاش مساله انستا كيما الاكتور جا في بالي نو مي اون ميم تون راهو كل شيء الشيء ما يجيش من لا شيء. معناتها انا قبل ما نقرا سينما جي ميتريز اون مانجمنت، قريت في ليسيك على ليكول سوبيريور سيونس ايكونوميك كوميرسيال جي ميتريز اون مانجمنت. دونك لي كيستيون دو فينانسمون دو 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 حتى معناتها دو كونتابيتي مش غريبه عليا، ما قريتو هذيك قرايتي الاولى اللي ما كنتش نستخير روحي باش نستعملها. اي بي فوالا من بعد قريت ليزاك بعد كل شيء. دونك كيلكو بار مون باركور ما جيش من لا شيء، جي على خاطر جي انفورماسيون اللي خولتني اني نقول تيان بوركوا با جو بوري فير سا اوسي جو بوري فير سا اوسي. دونك فيلم نوري جي هكا جوست دون ان مومون و اللي جو فولي جوست ايدي. ومن بعد عاودت رجعت كملت في الانتاج خاطرني ننتج في فيلم ويا زيدا. بخلاف الكاسكيت نتاع المنجة اللي حكيت لنا عليها ولا تجربه عرايس الخوف، فما الكاسكيت الاخرى نتاع المخرجه. اش قاعده تعمل؟ عملت فوالا اكزاكتومون قاعده نمنتي اون فيت ابديت بدينا اون فيان دو كومونسي. شنو هي الحكايه كسكس لو يرجع لاصلو. اما هو من الوصول خاطر برشا اصول. انا جي كومونسي بار لا دانس، دونك الرقص معناتها سي كيلكو شوز اللي بالحق معناتها قريبه ليا، مش كان قريبه ليا باسكو بور موا لا دانس معناتها فن من الفنون اللي المهضوم حقه، خاطر ان فري دانسور مش كان في تونس حتى في العالم معناتها ان فري دانسور بروفيسيونيل لو طون كيل دو دوني باش بدنه يكون في الواحد وكل شيء، مش كيما ممثل مش كيما واحد وكل شيء. دونك بور موا سا سي دونك كيلكو بار واحد كي يكتب ديما يرجع روحه قبل كل شيء. دونك فوالا سي ليستوار دون تروب تونيزيان اون تورني في المغرب. قلت لك كسكس لو يرجع لاصلو المغربي. مشينا درنا في المغرب، شي طومبي اموروز دو بيزاج لي فوري اللي عندهم حاجه دوخ. اي فوالا دونك لو فيلم كومونس بار 10 دقائق نتاع رقصه تتضرب من عند البارتنير نتاعها سور سين d'une manière volontaire, mais après on va comprendre pourquoi. C'est un petit village, le seul médecin est en déplacement, il vire, un accident arrive, il se trouve planqué dans une forêt de l'Atlas. Et l'aventure commence, c'est une nuit, où on découvre tout ça. وقتاش ان شاء الله السورتيه؟ ميم سي نعرف اللي البروسيسوس طويل شويه وانبريفيزيبل في مراحل معينه. ديجا الفيلم هذايا نخدم فيه عندي 7 سنين. يا ميمتي قلت لك شنو نعمل؟ نقعد ممثله. سرا بيانتو ادوليسون. اكزاكتومون. انديد هو بنيتي. برشا مخرجين يحكوا على افلامهم كوم ان بيبي. بلي سي ان بيبي، راجلي قال لي نحب ولايت، قلت له انا عملت لك فيلم.
وقتاش ان شاء الله السورتي ابروكسيماتيفمون Tout dépend du montage de l'évolution. Maintenant, on ne sera pas prêt pour Cannes cette année, ça c'est sûr. Soit Venise, donc septembre, soit l'Amli Mbat. Venise, vous avez déjà un accord Non, on a 10 minutes les ateliers de l'Atlas récemment, juste à Cannes. On a quand même un tournage, donc Kalmouna, ils sont intéressés, mais il n'y a rien de sérieux, il n'y a rien de. D'accord. Nous le film. هو اسمه ديجا عنده اسم خاطر فما الافلام اللي بداوا عندهم اسم بروفيزوار وقت اللي يكمل المونتاج يلقى اسم فيلم شو اسمه؟ اسمه باكستيج باكستيج فوالا بون كوراج عفيف بن محمود في باكستيج وبون كوراج زاد الاتيف ستريمز اللي هو في القاعات التونسيه حاليا بون كوراج في هذوما الكل ونكملوا نتبعوا اخبارك سواء كممثله مخرجه ولا منتجه ميرسي 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 بوكو